مساء الخير. اليوم رح نعمل تورت اسمه USSR تورت، مشهور بالاتحاد السوفيتي، كانوا يعملوه كتير. هي تسمية قديمة، ولكن التورت كان مشهور بعديك الفترة لما كنا بعضنا طلاب كلية الطب. كنا نطلع نمشي بالبازارات والدنيا جليد، ونلاقي البابوشكي يعني الختيرية واقفين وعم يعملوا لابسين كفوف بداهون وعم بهزوا، واقفين على الطريق وعم بهزوا بهاي الطريقة. هادي التورت الشكل الحلو، فيه بنعمل بطريقتين، طريقة مستطيلة وطريقة مستديرة حسب القالب المتوفر. يلا سوا لحتى نعمل هذا التورت، كتير بنصحكم فيه، كتير طيب ومكوناته جدا جدا سهلة وموجودة تقريبا بكل بيت. المكونات تبعت التورت الاسسسار هي عبارة عن زبدة لدى تكون طرية، شايلينها من التلاجة صلى فترة، 100 جرام، 3 بيضات، 150 جرام طحين، طحين لكافة الاستعمالات، ملعقتين صغار نشا الذرة، وملعقة صغيرة من الصودا بيكربونات الصودا مش البيكنج باودر، وملعقة صغيرة من الخل الأبيض. المكونات اللي بنحتاجها بعد هي كاكاو، هلا بنقولكم قديش، تقريبا بحدود الملعقتين كبار، لأنه قالب بده يكون كاكاو قالب تاني عادي، والحليب المكثف، هيدا ما في بقلبه سكر، فيكن تجيبوا حليب المكثف العادي اللي في بقلبه سكر. وبدنا علبة، ما حأذكر اسمها حتى ما تكون دعاية، صور كريم، يعني تقريبا بدنا حدود 350 جرام من الصور كريم. هلا إذا مش موفر عندكم السميتانا أو الصور كريم، فيكن تستخدموا البديل عنها الهافي كريم، تكون 30%. هول عندي انا هون قلبين مستطيلين، حاعمل قلبين، في يكون عندكم قلبين مدورين كمان بيمشي الحال. زبيباش 3 يايتسا، شو يعني زبيد 3 يايتسا؟ شو يعني زبيد 3 يايتسا؟ بدنا عالم تفهم شو بتحكي. بزبيد. طيب شو يعني بالعربي؟ نفقش 3 بيضات شو؟ نفقش ونخلطهم هلا بالميكسر. رشة ملح. اوكي كفي، انا حافتح علبة الحليب. رشة فانيليا، حطيت الزبدة، يعني هلا هون صار في عنا 3 بيض مخفوق و 100 جرام زبدة معهم، رشة ملح، رشة فانيليا. هلا عم نضيف الحليب المكثف كله. استويتنا كريم تشوتش. هلا شو بناخذ الطحين ومن نخله можно сразу с крахмалом بنحط معه النشا دغري مباشره ومن نخلهم. هلا بنحط الصودا. لاحظوا كيف عملت هيك جوره صغيره ونزلت فيها الصودا. فن بغسيتي، وبنضيف عليهم ليك كفاكي. شو هالعلم هذا، شو هالاختراعات، هالاكسس خل. وهلا شو نعمل؟ نخفق. يلا نخفق. قالت لي المدام انه بنخفق منيح لحتى الصودا ما تعطي هيك مروره، ما تجمع بشي محل، فهيك اوكي خلصنا. شو هلا بدنا نضيف؟
اسألك شوية شوية تفكر شو؟ ما تصور هلا كله عم بروح تصوير ما بيأثر. نعم قصم ما تصور هيدا ما قصم قصم ما تنسى. بدي بس احط ملقة ملقة شو؟ نحن هلا يعني نحن هلا بهالوقت مولعين الفرن على درجة حرارة 180، حطينا صينية بوسط الفرن وبتنتهي خلال 15 دقيقة ماكسيموم، يعني عمليته كتير سريعة. رومنا بولانينا نصهم؟ يعني هلا نظريا المدام دي عم بتحط النص، فيكم اذا بدكم تزينوهم وتحطوا نص بكل قالب. طيب اوكي شفتوا حطينا ورقة بيرجامنت ورقة الزبدة لحتى ما يلزق شيء. هلا النص التاني بعتقد بدنا نزيد عليه كاكاو لحتى نعطيه لون الكاكاو وطعمة نكهة الكاكاو. ملعقة طعام معرمة، ملعقة تاني كمان معرمة تيطلع عنا نكهة الكاكاو كتير قوية فيه، وبنخفق. فإذا في ملعقة طعام من سكر البودرة انضافت للمزيج، لأنه الحليب المكثف اللي عم نستخدمه نحنا ما في سكر. هذا القالب الثاني نفضي فيه الكمية. Высоко. И ставим на 15 минут. 15-20 минут хасап форум. Сто восемьдесят градусов. А. Ну, тогда ладно. Лахатта хайхлас. Мада 180 درجة الحرارة. هلا طلعوا من الفرن، قعدوا 15 دقيقة. أو اثنين. هلا بدنا نعمل الكريمة. هلا نحط الساور كريم 350 جرام سميتانة، 350 جرام مثل ما قلت انتو فيكن تحطوا. هذا شو؟ سكرانية بودرة. اوكي ملعقتين طعام من سكر البودرة. باكوسو هلا نحط فانيلين، تقريبا جرام واحد من الفانيلين، واللي عنده فانيلين كونسنتري مكثف يكون افضل. هلا حنستخدم مكثف السميتانا او مكثف الساور كريم. كم جرام عندي هون؟ 8 جرام زغستيتيل для сметаны для сливок 8 جرام. Так как у нас сметана 20%, можно ставить целую пачку. طبعا انا بستخدم الهافي كريم ما في داعي له. وملعقة كبيرة من زغشوني مالكو بالسكر الحليب المكثف نا فركتوزي وناس. هلا بنحطه بالبراد بلا تغطية بلا شيء لحد ما يجمد. هلا هول شوي المتبقيين حزيد عليهم شوي صغيرة مي، هيدي لحتى خلي التورت رطب. هلا بدنا نعمل جلازير. عندي هون ملعقتين كبار من السكر، هنحط عليهم كاكاو، 3 ملاعق صغار معرمين، حطينا عليهم هلا تقريبا 100 ملي من الحليب، عم نخلطه وهو بارد. وهلا على نار خفيفة تحت المتوسط يعني بشوي. هيك صار عندي هذه الكثافة المطلوبة. نتركه هلا شوي ليبرد. هلا بدي اقص بشكل كتير كتير رفيع الجوانب، ما بدنا نكبهم طبعا الجوانب حنحتاجهم. Теперь на две части мы делаем.
هلا بنقصه نصين، رومنا دوية. كل واحد حنقصه نصين. И этот верх тоже нужно снимать. Но это будет верх наш, да? Угу. Это будет верх. Да. Значит, его надо снимать. Yani, هذا القسم عم بتقول انه بده يكون من فوق. يعني صار في عنا اربع قطع. Но вот эту тоже мы снимем, чтобы ровно положить кекс. وبنقيم هذا المنطقة اللي هي بتجي محدبة لحتى يكون يقعد على بعض التورت بشكل جيد. ملمسه رائع جدا جدا طري، رائحة بتشهي كثير حلوة. هلا نترك شوية صغيرة لحتى يبرد أكثر من هيك. هلا هول اللي قصيناهم نفتفتهم يا بيدينا يا بمكنة مثل ما بدكم. هاي لولي هولي فتفتناهم. هلا هلا على الصينية اللي بدنا نحط عليها التورت، شلنا الكريم من البراد وبندهنه على الصينية. Пропитаем торт пропиткой из сгущенного молока. فإذن هلا عم نسقي التورت، بنرطبه بماء مخلوطة مع حليب المكثف. هلا بنحط أول طبقة كريمة. كمان بنعمل نفس الطريقة، بدنا نسقيها نفس الشيء نرطبها. فيكم تستخدموا أي شيء، مش شرط يكون أناناس، سيروب لبوي، مش شرط يكون حليب مكثف، فينا نحط أناناس، سيروب الأناناس، فينا نحط أي نوع من السيروب اللي بتفضلوه كنكهة يكون. هذا بذكر اللبنانية بشيء قريب من جاتو اسمه فورنوار. هذا один слой черники будет. في فيتامين رائع جدا وبيغذي النظر، حتى في منه بالصيدليات، يعني عناب مكثف بينباع منه. هاي الطبقة الثالثة. في عندي جوز طحنته على مكنة حتى يطلع كله متساوي. هذا مرش عليه الجوز. كيفان في فراغ. هذا بدل الكريم بنعبي الفراغ، املأ الفراغ في الكريم المناسب. هذا هو الفتافيت او مثل بتقول مرتي الكروشكو. شو بنعمل فيهم؟ بدنا نلزقهم على الكريمة، يعني ما في شيء بينكب من هالتورت نهائيا. هلا نحط عليه الجلازير. وهيك يا أصدقائنا، هذا جاتو الأسسسار بوليس، يعني منظر بشهي طعمي ولا أروع. أنصحكم تجربوها و بنطر تعليقاتكم. ما تنسوا الاشتراك
والمشاركة. طب ماشي بكاجم برازريزي بطل. ما دام عم بتقول لحتى نقصه بس يبرد ونفرجيكم عليه من جوا. اوكي، عمليا لازم ننطر ساعتين لحتى ما يشرب منيح ونقصه. هلا اجى الوقت الحاسم. سلام، فينا نيمة؟ نيمة؟ второй тогда. Второй рядом нейма, потому что этот видишь, он такой. Я. يا سلام، يعطيك العافية. طري جدا. بدوب بالتم كتير طري. فينا نضيف عليه نكهات مثل ما قلت، فينا نضيف عليه الأناناس أو الفريز أو أي نوع سيروب بنحب نحطه. بتمنى إذا عجبكم الفيديو تعملوا سبسكرايب ولايك وشير، وإلى اللقاء. باي باي.